صور يا عمو. صور. من هربوا مال يا جماعة؟ هذه لقيتها بلا فوق الباص. من الراس الرجل اللي اقتنص من الراكب. اقتنص راعي الباص والراكب اللي جنبه وقنص راعي راعي موتور. وقدرنا الآن قدرت أنا أخرج الباص من التحرير. من قبل نص ساعة من الساعة 10:30 الخمسة مباشر لشارع المغتربين مقابل بندق آسيا. بقى الحوثاق هجموا علينا والخبير معلق براس الجبل يتنصوا عليه. هذا من الجبناء. احنا طالبين الله ولا علينا حاجة. الله. لا إله إلا الله. الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله. الشهيد حبيب الله. يعني قامش ما نستطيعش نخرج لا بالليل ولا بالنهار. حالتنا حالة متعبين. يعني إذا مرقت أخرج من البيت تقول يمكن ما أرجعش أنا عند عيالي. ما يمكن ما أحصلهم.